عبد الله، يسعدني أن أستضيف المعلم حسن بوسو الذي أمس كذلك أمتع الجمهور بعرض فني كبير. سي حسن، مرحبا بك. مرحبا بكم. بالسلام. يعني مهرجان قنوة وصل للعالمية الآن، أولا ماذا تعني لكم هذه المناسبة أنتم كمعلمين، ولماذا لا نشاهد عروض للقنوة إلا في مهرجان قنوة مثلا؟ يعني أصبح مهرجان قنوة لمدينة الصويرة أصبح لنا واحد الموسم اللي هو في الصيغة ديالو العصرية، اللي كيجمع ما بين يعني لا كونفيريفي ديال قنوة وحتى الجمهور العريض الواسع العريض، لأن احنا عندنا في التقاليد ديالنا والأصول ديالنا القنوية كاين موسم اللي روحاني كيجمع غير القنوة، دابا هذا موسم في الصيغة ديالو العصرية اللي كيجمعنا بجمهور الواسع العريض. نعم. طيب سي حسن، يعني حسن بوسو هو استمرارية لمسيرة ثرية كذلك للمرحوم الوالد أحمد بوسو، أين هو حسن بوسو اليوم؟ حسن بوسو يعني هو مع في مسار مع المعلمين اللي مازال محافظين على التراث ديالنا الاصيل، وكنحاولوا باش التراث ديالنا الاصيل انه ما يضيعش لينا من بين يدينا. نعم. مع كثرة الامتزاجات وكثرة اللقاءات هذه شي حاجه اللي هي كتشرفنا وكتوسع نظره ديال الثقافه ديالنا لا على المستوى الوطني ولا على المستوى خارج الوطن، ولكن حنايا في الاستمراريه مع الاصاله والمعاصره. ونتمنى لكم كل التوفيق للحفاظ على هذا التراث القيم والثري. شكرا جزيلا. شكرا لكم. نعم سيدي. السلام عليكم. عبد الله، إذا أزل الستار على فعاليات الدورة 18 لمهرجان قنوة موسيقى العالم، ومن الآن بدأ التفكير في بماذا ستحمله الدورة المقبلة من مفاجآت لكي ترتقي هذه التظاهرة إلى المكان التي تليق بها، ولكي ترتقي أيضا إلى ذوق عشاق هذا اللون. إذا عبد الله، أشكر كل من رفقني في هذا في هذه التغطية، زميل عصام العباري، أكرم وعبد الكبير المخربش، شكرا جزيلا لكم، نلقاكم إن شاء الله في مواعيد ومهرجانات أخرى. إلى اللقاء. عودة إليك عبد الله.